بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده مع بعض هنتعلم او هنتعرف بطريقه سهله جدا ازاي اعمل مجسمات خشب اللي هي الشخصيات الكرتونيه اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي. هي في البدايه انا بستخدم خشب ام دي اف 13 مللي، ويعتبر 13 مللي عشان بيبقى ليه سمك عالي شويه، وفي نفس الوقت برضو الام دي اف في الاركت بيبقى سلس معايا في النشر. يعني في البداية انا بدهن الابيض على الخشب الام دي اف، تمام، ولا بدي معجون ولا اي حاجة، انا بدي له وش نظافة كده باللون الابيض. والابيض اللي انا بستخدمه هو ابيض جي ال سي دمط، ويعتبر كويس جدا ورخيص، وفي نفس الوقت برضو بيستر معايا. الشخصيات انا رسمتها على الخشب، طبعا في كذا طريقه لموضوع الرسم، من بدايه لو مثلا في صوره عايز تطبعها، في صوره رسمتها على طول، طريقه الرسم على الخشب ليها كذا طريقه. بعد ما رسمتها زي ما انتم شايفين معايا كده، ببدا بمنشار الاركيت كده خطوه خطوه، ببدا اقص الاركيت، افرغ الرسمه بتاعتي من الخشب اللي موجود معايا. طبعا ليه طرق كتير جدا في التفريغ، يا اما ممكن تعمله تقطيع يدوي، يا اما ممكن تستخدم مكنه اللوتر اللي هي بيقطعوا بس حد الاوت لاين بتاع الرسمه. بس هو طبعا بيبقى يعني الافضل بقى والاسهل يعني بالنسبه ليك انت بتقطع بخشب اركيت. هي بترجع على حسب اللي بيشتغل، اللي هو متمكن بالاركيت ويقدر يقص تمام ممكن يشتغل بيها، ما عندكش امكانيه ان انت تقدر تقصها اركيت، ممكن بعد ما ترسمها تاخدها توديها عند اي مكنه تقطيع ويقطع لك الحواف، او واحد نجار كويس يبدا يقصها لك. طبعا زي ما انتم شايفين معايا كده، انا بدات فرغتها خالص، ظهرت معايا الشخصيه كلها بالمنشار الاركيت. هنلاقي في عندنا حاجه برضو مهمه جدا، بعد ما بقطعها بلاقي بص ال يعتبر الحاجات اللي بتبقى موجوده في الاطراف الخشب، ببدا بالصنفره، ده بيقولوا عليه اسمه رايش. الرايش ده مهم جدا ان انا اصنفره قبل ما ارسم او قبل ما الون الرسمه بتاعتي. ليه؟ بنضف الحواف بتاعتي كويس قوي، الصنفره دي بتدي لها برده شكل حلو، وفي نفس الوقت برده بيبقى الشغل نضيف شويه. بصنفرها كويس، تمام، ما بستعجلش في موضوع الصنفره، هي يعتبر حاجه خفيفه قوي، يعني زي ما انتم شايفين معايا كده نعمت الحواف بتاعتي بالصنفره، وهي صنفره خشابي يعني صنفره ناعمه مش خشنه ولا حاجه. ببدا اجيب حامل خشب، تمام، وبعد كده ببدا اركب عليه الايه، ركبت عليه الشخصيه زي ما انتم شايفين معايا كده، ده حامل لرجول عاديه، ولو ما فيش حامل ممكن تعمل له انت زي سناده من ورا. انا هنا كده بثبت الشخصية بتاعتي اللي هو الشخصية الاساسية، تمام، بمسامير عشان خاطر ما تتحركش بعد ما خدت المقاسات بتاعتي. المسامير اللي شغال بيها يعتبر مسامير خشابة عادية يعني. ثبتها كويس جدا، تمام. بعد كده هبدأ أخش على مرحلة الألوان. ظهر الشخصية بتاعتي بتبقى سودة، أنا ببدأ بالأسود الأول لسبب، لأن لو رسمت ولونت وخلصت هجدد الأسود، ممكن أبص ألاقي الأسود خرج من الناحية التانية فممكن ينزل على الرسمة بتاعتي فبوظها، تمام. فأنا بدي الظهر كله باللون الأسود. اللون الأسود اللي أنا شغال بيه ده بجيب علبة قورة، تمام، اللي هي الألوان القورة العادية، وبعد كده ببدا احط عليها نسبه ورنيش مائي، وممكن اجيب مثلا لون اسود سكيب تاني واقوم جاي خلطهم ببعض بحيث ان انا اتقل اللون معايا. خلصت انا الشكل بتاعي زي ما انتم شايفين معايا كده، وبرده بدهن الايه القعده بتاعتي على اساس برده ان انا ايه يعني عشان الشكل بتاعها يبقى احسن شويه. القعده لما بتبقى لونها كلها اسود، او العمود اللي هو واقف عليه الشخصيه بالظهر اسود، بتبقى شكلها احسن بكتير لما تتساب باللون العادي. هخش بعد كده بقى على مرحله الالوان، وهي مرحله الالوان طبعا انا شغال بنفس الصوره، نفس درجات الالوان اللي موجوده في الصوره الاساسيه اللي احنا كنا شغالين بيها.
اللون ده لون يعتبر لون البشرة، هو بيتكون من بجيب شوية أبيض تمام، وبحط عليها لون برتقاني خفيف. نسبة البرتقاني بتاعتي بتبقى نسبة يعني نقطة صغيرة جدا على اللون الأبيض، بحيث ان هو بيقلب معايا الدرجة ديت. لو حسيت ان هو فاتح قوي ممكن أبدأ أغمقه باللون البني، يعني أحط سنة بني تمام. عايز أفتح يبقى أفتح باللون ممكن الأصفر تمام. عايز أفتح الدرجة أكتر ممكن أروح جاي بقى مزود اللون الأبيض. هلاقي عندنا الدرجات بتاعت الشخصية بتاعتي، لون البشرة بتاعي. عندي مثلا في الشعر لون برتقاني، القميص اللي هي لابساه ده يبقى لونه أبيض ودخلت فيه جزء خفيف بلون الجري. الجيبة بتاعتها هتبقى لونها أزرق، الجرافطة اللي هي لابساها لونها برضو أزرق تمام. يعني أنا بجهز الألوان بتاعتي اللي موجودة في الصورة وببدأ بعد كده بناء عليها ببدأ أشتغل. يعني هتلاحظوا معايا إن أنا حاطط درجات الألوان اللي أنا هشتغل بيها كلها جنب بعض. يعني هي الشخصية اللي انا هرسم فيها ديت مثلا متكونة من الالوان دي، يبقى اجيب كل الالوان واحطها جنبي وابدأ اشتغل بيها. ادي اللون البرتقاني اهوت تمام. في عندي في الشعر في لون غامق ولون فاتح، انا عملت لون فاتح ولون غامق، عملت الاتنين جنب بعض تمام. حطيت الغامق الاول تمام، وبعد كده اديت خلفية كلها الشعر كله لون اصفر، وبعد كده بدأت ادخل النقط البيضة او الضوء الابيض اللي موجود في الايه في الخلفيه بتاعتي. الكوتشي اللي هي لابساه لونه احمر، ادي انا لونت اللون الاحمر كله تمام، وسبت ايه الفراغات اللي فيه اللي هي تبقى لونها ابيض. المرحله دي بقى هي مرحله التحديد، ويعتبر دي بتبقى يعني اهم مرحله في الرسم، ان انا احدد الرسمه بتاعتي كويس قوي بالفرشه اللي انا شغال بيها. ما بحددش بقى بقلم ماركر ولا قلم مثلا دوكو، لا هو بالفرشة كله بيبقى الافضل يعني. وانا شغال هتلاحظوا برضو ان انا يعني انا مثلا حددت الطرف بتاع الشخصية اهوت، ببدأ اجي عند الحرف بتاع الخشبة اللي هي السمك اللي موجود، بقوم جاي برضو دهنه معايا لون اسود. يعني ادي بحدد، وفي التحديد ده على فكره خدوا بالكم انا ببقى بطيء جدا وببقى مركز كويس قوي في التحديد، لان التحديد دوت ممكن يضمن لي الدنيا كلها، يعني ممكن يبوظ لي كل الشغل اللي انا عملته. الفراغ اللي انا لونته دوت كان الفراغ الاسود يعني، وبرده دي الشخصيه الثانيه تمام. هيبقى نفس اللي انا عملته في الشخصيه الاولى هو الشخصيه الثانيه.